السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة فن المطبخ والبيت. النهاردة حبايبي بمناسبة قدوم الدراسة، ربنا يجعله عام سعيد ان شاء الله ودراسي موفق للجميع. هنعمل النيوتيلا في البيت اللي هي شوكولاتة قابلة للدهن، طبعا ولادنا كلهم بيحبوها فاكيد هتعجبهم. بدل ما اشتريها من بره، ما انا ممكن اقدر اعملها في البيت. معانا المقادير: كوباية الا ربع لبن، معايا 4 معالق لبن بودرة، و3 معالق كاكاو، ده ممكن نسكويك وممكن بالسكر يعني، وممكن كاكاو خام، ودي كوباية إلا شوية صغيرة سكر، وده كوباية إلا ربع زيت. معانا برطمان فاضي أنا معقمة. هنبدأ بشغلنا. يلا أول حاجة هنحط اللبن بتاعنا. بعدين السكر. وحاولي تعملي سكر ناعم، يعني لو عندك مطحون يبقى حلو جدا. هنقفل ونضربه، نضربه دقيقتين كده او دقيقة. بعد ما ضربناه هنحط اللبن البودرة وهنحط الكاكاو. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة الكل يقدر يعملها. وايه، هنضرب برضو دقيقة كمان. بصوا دلوقتي هو مش تقيلة، بصوا ازاي كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه. هنرجع تاني الخلاط بتاعنا وهنروح ضايفين ايه، نقطة نقطة يعني، شوية شوية صغيرة. هنضيف ايه، الزيت بتاعنا. انا هحب بس اوريكم ازاي انا بضيف، ثواني بس. وبكده بقت خلصنا الضرب. بصوا بقت تقيله ازاي، زي النوتيلا بالظبط، نفس الطعم تقريبا. ممكن تحطي لها اللي هو معلقه فستق مطحون او بندق مطحون، هتديكي نفس النتيجه. هنفضيها في البرطمان ونرجع نوريها لكم. وبكده احنا حطيناها في البرطمان بتاعنا. بصوا التقل بتاعها، انا عايزه اوريه لكم زي بره بالظبط. لو حابه تعمليها صوص هتحطي عليها بس وانتي بتضربي، لو حابه تغلفي بيها شوكولاته الكيك قصدي، هتعملي بس هتزودي شويه لبن، هتبقى تحفه بجد في تغطيه الشوكولاتات، بتبقى صوص حلو جدا. فبالشكل اللي انتوا شايفينه هنقفل البرطمان ونحطه في التلاجة. ممكن تقعد بالظبط من 3 أسابيع لشهر. أهم حاجة لما تيجي تاخدي منها معلقتك تبقى نظيفة، ترجعيها تاني في التلاجة وهي مقفولة. إن شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكم، وياريت ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش في القناة وأول مرة يشوفني ياريت يشترك، يعمل سبسكرايب للقناة، وياريت تشيروا مع أصحابكم. السلام عليكم.